طبعا توقعات صندوق النقد الدولي كانت واضحة لعام 19، كان النمو ضعيف، توقعوا أن يصل إلى القاع ومن ثم يبدأ النمو في التزايد في عام 2020 إلى 3.1 أو 3.2، مدعوم بنمو قوي من الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة، لأن هناك فرص كبيرة جدا للنمو في الدول النامية، وبالذات بعض دول المنطقة في منطقة الشرق الأوسط، وبعض دول منطقة آسيا، الهند والصين، وبعض دول منطقة شرق آسيا على وجه الخصوص. معالي الوزير، ما هي أبرز المخاطر التي تهدد الاقتصاد، نمو الاقتصاد العالمي لهذه السنة؟ من ضمن المخاطر، في أول يوم تحدثنا عن المخاطر على الاقتصاد العالمي، تحدثنا عن المخاطر الجيوسياسية، تحدثنا عن مخاطر الحروب التجارية أو المنافسة التجارية المؤثرة على النمو، تحدثنا أيضا عن عدم اليقين فيما يتعلق بسياسات الدول. المستثمر يبحث عن اليقين، يبحث عن الاستقرار، إذا لم يكن هناك استقرار قل الاستثمار وبالتالي قل النمو. هذه مخاطر يجب أن نتابعها ومتابعينها، واتفقنا اليوم حتى في البيان الختامي أن نحسن حتى من تقارير المؤسسات المالية الدولية التي تتابع تطورات المخاطر على الاقتصاد العالمي، بحيث نتدخل في الوقت المناسب لمعالجتها للحد من تأثيرها على النمو. ولكن ما هي الآليات الموجودة حول العالم لمحاربة الضعف الاقتصادي؟ لأن الأزمات كانت متكررة، الكوبينج ميكانيزمز، خاصة وأن البنوك المركزية سياساتها النقدية صار لها تحفيزية لفترة طويلة، فبالتالي هل باستطاعة العالم أن يواجه هذا الضعف الاقتصادي وبأي آليات؟ بالتأكيد لدى العالم مجموعة من الآليات، تحدثت الدول مجموعة الـ20 اليوم في الاجتماعات عن وجود فرص أقل فيما يتعلق بالسياسات النقدية، لأنه استخدم كثير منها، لكن لا تزال مفيدة جدا في تقرير صندوق النقد الدولي. كان جزء من النتائج الإيجابية للنمو العالمي هي بسبب تدخل البنوك المركزية في التيسير المالي، وهناك تدخل من مجموعة كبيرة جدا من البنوك بشكل جيد أدى إلى دعم النمو الاقتصادي. هناك السياسات المالية، وفي عدد من دول المجموعة وعدد من دول العالم عندها استعداد لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال سياسات مالية داعمة. تحدثنا اليوم وأمس، وذكرت بعض الدول أعضاء مجموعة الـ20 أنها بدأت، وحتى الدول المستضافة أنها بدأت في استخدام السياسات المالية لدعم النمو. هناك السياسات الهيكلية، وهي مهمة جدا وإن كانت على المدى المتوسط والطويل، للمساعدة في تحسين بيئة الأعمال، في تحسين بيئة الاستثمار، لدعم النمو ودعم الاستثمار. هل قامت مجموعة دول الـ20 بدراسة عن تأثيرات فيروس كورونا؟ بالتالي هل لديكم نسبة مئوية؟ ما تأثيرها على نمو الاقتصاد العالمي؟ في نقاشاتنا اليوم أبدت وأمس أبدت دول الـ20 أول شيء أسفها للخسائر في الأرواح التي حدثت في الصين وفي دول أخرى، أبدت تعاطف كبير جدا، أيضا درست وسمعت من صندوق النقد الدولي مرئياته فيما يتعلق بالمرئيات الأولية على أثر كورونا فيروس على الاقتصاد العالمي. اللي نشاهده اليوم الأثر الواضحة، هناك أثر واضح على السياحة، هناك أثر واضح على سلسلة الإمداد العالمي، هناك أثر واضح على النقل والنقل الجوي بالتحديد. لكن بنفس الوقت يبدو الوقت مبكر لدراسة الآثار الإجمالية لما سيحدث. أعتقد خلال 2-3 أسابيع القادمة سيتمكن العالم من تحديد الأثر بناء على نتائج الأثر الصحي الحادث، سواء في الصين ولا في الدول الأخرى، بما في ذلك الدول اللي صار عندها إصابات أكثر خلال 2 أو 3 الماضية. ماذا عن اقتصاد المملكة؟ الاقتصاد في المملكة سيتأثر من ناحيتين، من ناحية التجارة العالمية ستتأثر، ولكن من ناحية أخرى أسعار النفط رأينا أنها انخفضت من بعد انتشار فيروس كورونا، والآن 6 مارس أوبيك بلس متوقع أن تزيد من تخفيضات الإنتاج، وهذا أيضا سيؤثر سلبا على العائدات النفطية للمملكة. بالتالي كم سيكون تأثير فيروس كورونا على النمو الاقتصادي للمملكة لهذا العام؟ بشكل عام عندنا منظورين فيما يتعلق بالناتج المحلي السعودي، ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام، لكن اللي يهمنا فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية ورؤية المملكة 2030 هي
الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لأنه الناتج النفطي يتأثر فيما يتعلق بكمية الإنتاج وما يحدث في العالم. عندنا احتياطيات كبيرة جدا، نستطيع أن نرفع هذا الناتج بشكل كبير، يؤثر في الأرقام لكن لا يؤثر في النتائج النهائية في الاقتصاد، لا يخلق وظائف. ما يهمنا هو الناتج المحلي غير النفطي، وهذا كما تحدث معالي المحافظ أمس نتوقع في نمو قوي جدا في بنهاية أرقام 2019، نتوقع نمو أيضا جيد في 2020. هناك محفزات كبيرة جدا، هناك قطاعات واعدة في الاقتصاد يركز عليها، قطاعات التقنية، قطاعات القطاع المالي، أيضا قطاع الترفيه، السياحة والرياضة، نعتقد أنها ستكون مناطق نمو جيدة تخلق مزيد من الوظائف في الاقتصاد. ولكن كنسبة مئوية، كم ممكن أن يزيل موضوع انتشار فيروس كورونا كنسبة مئوية من نسبة نمو الاقتصاد السعودي لهذا العام؟ هل قمتم بمثل هذه الدراسة؟ حتى الآن لا يوجد، لا نزال ندرس. أنا أعتقد من المبكر صراحة بالنسبة للاقتصاد السعودي الحديث عن تأثير لكورونا فيروس، ولله الحمد لم تسجل أي إصابات في المملكة، وعندنا استعدادات جيدة صراحة في هذا الجانب. لم نلاحظ حتى الآن تأثير على الاقتصاد السعودي، لكننا نبقى حريصين جدا على متابعة ما يحدث خلال الأسابيع الماضية، وأتمنى بإذن الله تعالى أن تنتهي الأزمة. توقعات صندوق النقد الدولي أنه الأزمة ستكون قصيرة جدا ومن ثم ستعود، هم يتحدثون عن في شيب، فبإذن الله تعالى يصدق حدسهم، ولكننا أيضا لازم نكون مستعدين. معالي الوزير، معروف أنه كان في تباين بوجهات النظر بين دول أعضاء دول مجموعة العشرين بالنسبة للضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة، وبالتالي هل استطاعت المملكة كمضيفة أن تقرب بوجهات النظر بين الدول الأعضاء بمجموعة العشرين بالنسبة للتوصل إلى ضريبة موحدة على شركات التكنولوجيا، وهل أنت متفائل بالتوصل إلى هذا الأمر؟ بالتأكيد مجموعة العشرين خلقت لخلق هذا التقارب. دول مجموعة العشرين لديها اهتماماتها المحلية الخاصة، لديها مصالحها الخاصة، لكن أيضا اتفقت مجموعة العشرين على تكوين مجموعة العشرين للحديث، لتبادل وجهات النظر والوصول إلى توافق بينها فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه العالم، من ضمنها الاقتصاد الرقمي وضريبة الاقتصاد الرقمي. ضريبة الاقتصاد العالم اليوم عمرها 100 سنة، الأنظمة الضريبة العالمية لم تعد قادرة على التجاوب مع الاقتصاد الجديد، الاقتصاد الرقمي، وهناك توافق، يعني يوم أمس واليوم كان هناك توافق إجماع بين أعضاء المجموعة على أهمية الوصول إلى حل. هناك بيان من قادة مجموعة الدول العشرين في 2018 على أهمية الوصول إلى حل في 2020. تسعى المملكة الآن كدولة الرئاسة إلى حث الدول والعمل مع الدول والمنظمات الدولية على الوصول إلى توافق. أنا شخصيا متفائل، أنا أعتقد ما لمسناه اليوم من حديث على أهمية الوصول إلى حل، ما لمسناه من توافق واضح جدا على الآثار السلبية التي ستحدث في حال عدم الوصول إلى حل. رأينا مجموعة كبيرة من الدول وتتزايد تأخذ إجراءات أحادية، هذا يؤثر على القطاع الخاص، يؤثر على قدرتهم على الالتزام، يرفع التكاليف، وبالتالي يخفض الاستثمار ويخفض النمو. ولذلك في وعي كامل من دول مجموعة العشرين وغيرها من دول OECD، في أكثر من 130 دولة اتفقت في يناير الشهر الماضي على أهمية الوصول إلى حل بنهاية هذه السنة إن شاء الله. معالي الوزير، أيضا كان في تباين بوجهات النظر بالنسبة لموضوع التجارة، إدخال موضوع التجارة العالمية بالبيان الختامي وموضوع التغير المناخي، وبالنهاية استطاع البيان الختامي أن يذكر موضوع التغير المناخي، مما اعتبر أنه هذه لأول مرة، ولو أنه ما تم إدخاله كعامل رئيسي يؤثر سلبا على النمو هذا العام، فكيف توصلتم إلى هذه الصيغة؟ طبعا العمل على البيان الختامي عمل مضني لا يراه الناس، وإنما يرون النتيجة النهائية. في عمل كبير جدا، نقاشات بين مجموعة دول زي ما قلت سابقا لها مصالحها المختلفة، لكن أيضا يسودها روح جدا جدا جيدة من التعاون للوصول إلى حلول توافقية. فيما يتعلق بالتغير المناخي، رأي بعض الدول أنه مطروح على مسار الشربة وبالتالي سيناقش في مسار الشربة. فيما يتعلق بأثر التغير المناخي على القطاع المالي، كان هناك توافق على الوصول إلى حل وسط في البيان الختامي، أعتقد أنه جيد، أول مرة يذكر
التغير المناخي في البيان الختامي لوزراء المالية، وأعتقد أنها خطوة إيجابية. أيضا دعينا في البيان الختامي إلى أن يقوم القطاع الخاص بمزيد من الإفصاحات فيما يتعلق بالمخاطر إجمالا، ومن ضمنها مخاطر التغير المناخي. أخيرا عن الليبر، أيضا صار في تقدم بموضوع أو اتخاذ قرار بشأن استخدام الليبر عالميا، هل لك أن تخبرنا ما النتيجة اللي توصلتم إليها؟ بالتأكيد، أنا أعتقد بعد ما قررت دول مجموعة العشرين وقف استخدام مؤشر العائد، عائد الفائدة بين البنوك في سوق لندن، نظرا لعدم تحقيق هذا المؤشر المتطلبات الرئيسية وهي الإفصاح الكامل، القدرة على التنبؤ فيه بشكل واضح، القدرة على قياسه بشكل واضح، كان هناك دعوة واضحة للدول إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لديها من خلال البنوك المركزية لإيجاد مؤشرات على مستوى كل دولة، لأنه اعتبارا من 21 سيتوقف استخدام مؤشر لايبر، وبالتالي العقود الكبيرة جدا بالمليارات والتريليونات، في عقود بتريليون أكثر من تريليون دولار كلها تعتمد على اللايبر، فمن المهم جدا تنبيه القطاع المالي، مؤسسات المالية وغير المالية، إلى أنه سيتوقف اللايبر، وبالتالي من المهم جدا أن يأخذ الإجراءات اللازمة للتحول إلى المؤشرات الجديدة.